طيب إذا ناصر was riding his bike when he عندما هو، شو الماضي من فول يسقط؟ هل هذا الفعل فول فعل شاذ؟ لكم شغلة فعل شاذ تمام، له تصريف يعني ما بنضيف له إيدي. نعم، شو بنقول هون؟ شو الماضي من فول يسقط؟ سقط. يس فين؟ أستاذ فين؟ نعم أستاذ، ما في صورة، ما في صورة؟ في صورة واضحة. هذا المشكلة من عندك. طيب، ما أنه ظهر عن بعض صورة. صارت. تمام. إذن عرفنا شو عم بيصير هلا بالتمرين. ناصر was riding his bike when he fell off. ناصر كان راكب الدراجة عندما شو؟ سقط. تمام؟ طيب، أنا ذكرت لكم، قلت لكم كيف بيجي سؤال الأزمنة بالامتحان، إنه ما بيجي ضع هذا الفعل في الزمن الصحيح، لا، بيجي عندك اختيار بين قوسين، يعني مثلا نفس الجملة الأولى مثلا بنقول إما was riding ولا مثلا rided مثلا أو rode ركبة، يعني بنحط ماضي مستمر أو ماضي بسيط، بيخيرك بين زمنين فقط بهذا الشكل. نعم. طيب، يس راند، تفضلي راند. الجملة الثانية، sentence number 2. يس. I was waiting for the bus when it started to run. Excellent. أحسنتي. عندما بدأت تمطر. ممتاز. Excellent. أحسنتي يا راند. I was waiting for the bus. أنا كنت أنتظر الباص. إذا أنا أطبق القاعدة، قبل الوين ماضي مستمر، باص continuous، وبعدها باص سمبل. When it start، الفعل الويت حطيناه waiting، was waiting صار الفعل start يبدأ. نعم، فعل نظامي. رجعنا للماضي. نعم، فعل نظامي وفي الماضي، فبيصير started بدأ. When it started to rain، عندما بدأت تمطر. نعم، إذا كنت عم انتظر الباص عندما بدأت تمطر، هيك صار معنا الجملة. اللي بيحب يعني هيك يعني ركز على المعاني. أوكي. طيب، الجملة اللي بعدها. يس. مين ما شاركنا اليوم لسه؟ أوكي. أمية، تفضل يا أمية. يس أمية. إيه أستاذ. التمرين ثلاثي. أربعة ما؟ لا، الجملة الثالثة هلا. تمرين ثلاثة، الجملة الثالثة. نعم. الجملة الثالثة. I was about my English homework when I had an idea for a story. Okay, thank you. Excellent, Umayya. طيب، الفعل think يفكر. بدي أقرأ الجملة هلأ، إذا برجع بعيد الجملة ونشوف شو عم بيصير الجملة. I was thinking about my English homework. كنت أفكر حول وظائف الإنجليزية when I had an idea for a story. في عنا الفعل think يفكر، في عنا الفعل have يملك. تمام؟ الفعل think بنحطه الفراغ الأول، فبصير was thinking. كنت أفكر وظيفة الإنجليزي when I had an idea، عندما had an idea يعني امتلكت فكرة أو أتت إلي فكرة. نعم، for a story، للقصة. تمام، had an idea for a story، امتلكت فكرة لقصة. إذا الماضي من have had. أستاذ، هلأ نحن هاي الأفعال الشاذة يعني كيف بدنا نحفظها كلياتها؟ أنتم ما كنتم مطالبين فقط بالأفعال الموجودة ضمن التمارين هاي فقط. تمام؟ يعني أنت الجملة اللي عم تدرسيها هلأ فقط هاي رح تجيكي بالامتحان. تمام؟ أستاذ، السين بمعنى يفكر. نعم، ويعتقد. صح، think بتجي بمعنى يفكر، بتجي بمعنى يعتقد. هو عم بتكون بمعنى أفكر يقبل الاستمرار، وعم بيكون بمعنى أعتقد لا يقبل. نعم، إنه كيف الأسئلة تجيب الامتحان، عم بقول لك إنه هاي الأفعال
الأفعال هي الشاذة، أنتم ما أنتم مطالبين بدراسة كل الأفعال الشاذة، فقط الأفعال الموجودة في التمارين هي اللي عم نقرأها هي مطالبين فيها، تمام؟ تمام، العافية. نحن بندرس فقط هي الجمل عم نقرأها هلا بنحلها، أوكي؟ والعلامة بإذن الله مضمونة. طيب، تفضل يس. طيب، ننتقل للجملة اللي بعدها. I lie in bed when I فراغ a noise downstairs. يعني في عنا الفعل lie بين قوسين يستلقي، يقول أنا كنت مستلقيا في على السرير when I عندما hear أسمع، يقول سمعت a noise ضجة downstairs، سمعت ضجة في أسفل، في أسفل الدرج، يعني هو مثلا قاعد بالغرفة الفوق فسمع ضجي في الأسفل. أوكي يس، مين بيحل لنا هاي الجملة؟ أنا أستاذ. يس إسراء، تفضل إسراء. I was lying in the أستاذ بنحط lying hard. Lying yes. When I شو الماضي من هي؟ هلا بشوي حكينا عنه. Hard. Heard نعم heard. سمعت a noise downstairs. إذا I was lying in bed when I heard a noise downstairs. كنت مستلقيا في السرير، هاي ماضي مستمر، عندما when I heard a noise downstairs، عندما سمعت ضجة في الأسفل. الملاحظة هلا في عنا الفعل لا يستلقي انتهى بهذا الفعل ب IE. في عنا ملاحظة أستاذ، ليش هي الفعل صار انتهى ب Y وضفنا له ING؟ القاعدة بتقول إذا انتهى الفعل ب IE بدنا نضيف له ING، فتحذف ال IE ويضاف Y ING، ويضاف شو؟ Y ING، تمام؟ أحكي أنا على الفعل لا يستلقي، تمام؟ هذا الفعل لا شايفينه هلأ أنا أبشر عليه، أوكي؟ تمام أستاذ، تمام. إذا انتهى الفعل بـ IE تحذف الـ IE ويضاف Y مع الـ ING، أوكي. الجملة الأخيرة هلأ، آخر جملة، I فراغ dinner، يعني كنت أتناول العشاء when the phone، عندما الهاتف نقول فعل رينج يرن، عندما الهاتف رن. مين بيحط لي هي الفعل هاف يتناول أو يأكل العشاء والفعل رينج يرن؟ شو الماضي من رينج؟ يس يس. في طلاب ما شاركوا معنا اليوم كمان آخر جملة. طيب أستاذ أنا ما حليت الوظيفة. طيب يومنا، تفضل يومنا. يس يومنا. I was having dinner when the phone rang. When the phone rang. Excellent. أحسنتي. نعم. When the phone rang. إذن I was having dinner when the phone rang. إذا كنت أتناول العشاء عندما الهاتف رن. ملاحظة هلأ سريعة، شايفين الفعل have ينتهي بالإي، إذا انتهى الفعل بالإي بدنا نضيف له ING، شو بنساوي؟ نضيف له دي؟ تحذف الإي. نعم أحسنت يا محمد، أحسنت، excellent. تحذف الإي ويضاف ING، الفعل have ينتهي بالإي، نضيف له ING، شو بنساوي؟ نحذف الإي ونضيف ING.